الأصحاح الثاني. ورجع يسوع بعد أيام إلى كفر نحوم، فسمع الناس أنه في البيت، فتجمع منهم عدد كبير ملأ المكان حتى عند الباب، فوعظهم بكلام الله. وجاء إليه أربعة رجال يحملون كسيحا، فلما عجزوا عن الوصول به إليه لكثرة الزحام نقبوا السقف وكشفوا فوق المكان الذي كان فيه يسوع، ودلوا الكسيح وهو على فراشه. فلما رأى يسوع إيمانهم قال للكسيح: يا ابني، مغفورة لك خطاياك. وكان بين الحضور بعض معلمي الشريعة، فقالوا في أنفسهم: كيف يتكلم هذا الرجل كلاما كهذا؟ فهو يجدف. من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده؟ وعرف يسوع في سره أفكارهم، قال لهم: ما هذه الأفكار في قلوبكم؟ أيما أسهل، أن يقال لهذا الكسيح مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال له قم واحمل فراشك وامشي؟ سأريكم أن ابن الإنسان له سلطان على الأرض ليغفر الخطايا. وقال للكسيح: أقول لك، قم واحمل فراشك واذهب إلى بيتك. فقام الرجل وحمل فراشه في الحال وخرج بمشهد من الحاضرين، فتعجبوا كلهم ومجدوا الله وقالوا: ما رأينا مثل هذا في حياتنا. ورجع يسوع إلى شاطئ بحر الجليل، وجاءه جمهور من الناس فأخذ يعلمهم. وبينما هو سائر رأى لاوي بن حلفة جالسا في بيت الجباية، فقال له يسوع: اتبعني. فقام وتبعه. وكان يسوع يأكل في بيت لاوي، فجلس معه ومع تلاميذه كثيرون من الذين تبعوه من جباة الضرائب والخاطئين. فلما رأى بعض معلمي الشريعة من الفريسيين أنه يأكل مع جباة الضرائب والخاطئين، قالوا لتلاميذه: ما باله يأكل ويشرب مع جباة الضرائب والخاطئين؟ فسمع يسوع كلامهم فقال لهم: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، ما جئت لأدعو الصالحين بل الخاطئين. وكان تلاميذ يوحنا والفريسيون صائمين، فجاء بعض الناس إلى يسوع وقالوا له: لماذا يصوم تلاميذ يوحنا وتلاميذ الفريسيين ولا يصوم تلاميذك؟ فقال لهم: أتنتظرون من أهل العريس أن يصوموا والعريس بينهم؟ فما دام العريس بينهم لا يقدرون أن يصوموا، ولكن يجيء وقت يرفع فيه العريس من بينهم وفي ذلك الوقت يصومون. ما من أحد يرقع ثوبا عتيقا برقعة من قماش جديد لئلا تنكمش فتنتزع الرقعة الجديدة شيئا من الثوب العتيق فيتسع الخرق. وما من أحد يضع خمرا جديدة في أوعية من جلد عتيقة لئلا تشق الخمر الجديدة الأوعية فتتلف الخمر والأوعية معا، ولكن للخمر الجديدة أوعية جديدة. ومر في السبت بين المزارع، فأخذ تلاميذه يقطفون السنبل وهم سائرون، فقال له الفريسيون: انظر، لماذا يعمل تلاميذك ما لا يحل في السبت؟ فقال لهم: أما قرأتم ما عمل داود عندما أحوجه الجوع هو ورجاله؟ كيف دخل بيت الله في أيام أبيتار رئيس الكهنة فأكل خبز القربان وأعطى منه رجاله، وأكله لا يحل إلا للكهنة؟ وقال يسوع: الله جعل السبت للإنسان، وما جعل الإنسان للسبت، فابن الإنسان سيد السبت أيضاً.